حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. منى فنانة مصرية شابة، اشتهرت في بداية الأمر بأدوارها اللطيفة في الأعمال الكوميدية، ثم ما لبثت أن تحولت نحو الأفلام الدرامية. سنتعرف عليها أكثر في حلقة اليوم، لذا تابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجابا للفيديو. اسمها الكامل منى علي محمد زكي، ولدت يوم 18 من نوفمبر سنة 1976 في القاهرة، وهي أصغر إخواتها. والدها طبيب، أما والدتها فكانت حاصلة على ماجستير تربية رياضية، وعملت في مدارس بورسعيد في فترة من الفترات. عاشت معظم سنوات طفولتها في السفر بسبب عمل والدها، لتتنقل بين الكويت، إنجلترا والولايات المتحدة. درست الإعلام في قسم العلاقات العامة والإعلان في جامعة القاهرة. كانت بداية منى زكي الفنية من خلال مسرحيات تم تقديمها في الجامعة، ومن إحدى المسرحيات واحدة قدمتها أمام الفنان محمد صبحي وقد نالت إعجابه، ومن هنا بزغ نجم منى زكي. أما بدايتها الحقيقية في التلفزيون المصري تعود إلى السهرة التلفزيونية زواج على ورق سليفون أمام النجم أحمد السقا. بعدها مثلت منى زكي العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل خالتي صفية والدير، ونصف ربيع الآخر، أهالينا، ضد التيار، والضوء الشارد. اقتحمت منى زكي السينما مع فيلم القتل النذير عام 1997 الذي مثلت فيه إلى جانب الفنانة ميرفت أمين، وبعدها استمرت في أداء أدوار سينمائية، فلعبت دور البطولة في فيلم اضحك تطلع الصورة حلوة، وهو دور نالت جائزة لقائه. كما مثلت في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية عام 1998 وليه خلتني أحبك. كانت جميع أفلامها ناجحة في شباك التذاكر، إلا أنها قفزت خطوات نحو الأمام بتمثيلها دور جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات في التحفة الفنية أيام السادات، وتلقت عن دورها هذا وسام الجمهورية من الرئيس حسني مبارك. بقي النجاح حليف النجمة الموهوبة، ولقي إصرارها النجاح، فقوبلت أفلامها أفريكانو ومافيا بشعبية كبيرة، وتابعت مسيرتها من فيلم إلى آخر، فتميزت في دورها في فيلم سهر الليالي، من نظرة عين، وخالتي فرنسا، وغيرها من الأفلام، وتميزت في الأفلام التالية، أولاد العم، وحكي شهرزاد، وحصلت على العديد من الجوائز، من أبرزها جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم أولاد العم، وجائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم دم الغزال، وكان دورها مميزاً في فيلم تيمور وشفيقة عام 2012. إلى جانب تألقها في السينما، قدمت منى العديد من المسرحيات الناجحة مثل مسرحية لعب عيال، ويا مسافر وحدك، عفروتو، وكذا أوكي. تزوجت عام 2002 من الفنان أحمد حلمي، وأنجبت منه بعد عام ابنتهما ليلي، وفي عام 2014 أنجبت ابنها الثاني سليم، ورزقا بابنهما الثالث يونس في سنة 2016. إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.